نروح الفيوم، معانا زميلنا محمود عمر الصحفي بالمصري اليوم، يقول لنا اجواء ايضا تشييع جثمان الشهيد الاخر شهيد الشرطه وشهيد مصر ايضا. محمود عمر اهلا بيك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. يعني اجواء تشييع الجثمان عندك في محافظه الفيوم؟ والحقيقه ان الاجواء عندنا كانت في محافظه الفيوم كان خرج الالاف لتشييع جثمان شهيد الشرطه هادي حسني حسين 24 سنه، ده رقيب شرطه قريه او عزبه بتدعى ابو كليب، تبع الوحده المحليه لقريه سرسنه بمركز طنيه بالفيوم. هذه القريه يعني قريه بسيطه للغايه، خرج من خلالها الالاف عقد اداء صلاه الجمعه لتشييع جثمان الشهيد. تقدمهم سيد اللواء شفي حسن مدير امن الفيوم وعدد من القيادات الامنيه بمحافظه الجيزه. الحقيقه ان الجنازه تخللها عدد من الهتافات المناهضه لجماعه الاخوان المسلمين، كان من بينها يعني لا اله الا الله، الاخوان اعداء الله، لا اله الا الله، الارهاب عدو الله. خرجت طبعا المسيره من الجنازه من مسجد ابو كليب اكبر مساجد القريه هناك، وخرج الاهالي سيرا على الاقدام لمسافه 4 كيلو متر لحد مدافن القريه تمهيدا لدفن الشهيد هناك. حابب برضو اذكر ان الشهيد يعني متزوج وعنده 3 اولاد يعني عمرهم متفاوته، في حسني 8 سنين ومنى 4 سنين وفي ملك 2. اللي لاحظناه في القريه ان اهالي القريه يعني وصفوا الشهيد بانه كان يعني حسن الخلق والطباع، لم يسر اي مشكله، وانه كان بارا بوالديه لانه عنده 8 اشقاء، 4 من الذكور و4 من الاناث فضلا عن والده ووالدته المسلمين، وكان هو العائله الوحيد لهذه الاسره. يا حول يعني بالاضافه الى يعني اولاده كان هو العائل لهذه الاسره، بنظرا ان اخوان يعني اشقائه علمنا انهم يعني يعملون يعني عمال باليوميه. خرجت طبعا جنازه مهيبه، استمرت اكثر من ساعه لان طبعا مسافه 4 كيلومتر كامله لدفنه. الاهالي اصروا بالفعل ان هم يعني يمشوا ورا الجنازه كل هذه المسافه بهتافاتهم للمرضى لجماعه الاخوان المسلمين واحتسابا لربنا سبحانه وتعالى من الشهداء. ثم بعد كده طبعا انصرف الجميع واتشحت القريه طبعا بالسواد حزنا على طيب محمود، يعني خليني اقول لك على الرغم من هذا المشهد المؤلم اللي بتعيشه محافظه الفيوم، المفروض كلها يعني المفروض كلها كل الناس تحترم يعني لحظه الموت، لحظه تشييع الجنازه، لحظه الدفن، تحترم على الاقل حزن الاخرين. لكن على الرغم من هذه اللحظه هناك ايضا اخبار ان انصار تنظيم الاخوان خرج في مسيرات النهارده في الفيوم ولم يراعي هذه الحرمه ولم يراعي هذه اللحظه التي يعيشها اهالي الفيوم. طبعا معاك حق، لكن انا حابب اقول لحضرتك ان هذه المسيرات اللي خرجت، هو بالفعل خرج حوالي 4 مسيرات، لكن الاعداد تقلصت للغايه عن الجمعه الماضيه. الحقيقه ان الجمعه الماضيه كانت بتشهد تواجد يعتبر يعني كان يتراوح من 2000 الى 3000 عضو من اعضاء جماعه الاخوان المسلمين، كانوا بيقسموا نفسهم في مسيرات متعدده كما فعلوا اليوم، لكن الحقيقه ان الاعداد النهارده تقلصت بشكل ملحوظ، ولم تشهد هذه المسيرات اي تعامل امني مع لانها لم تستمر طويلا. خرجت عقب اداء صلاه الجمعه جابت عدد من الشوارع البسيطه، ثم بعد كده يعني ساد الموقف الهدوء التام في هذه اللحظات. تمام. لكن طبعا الاعداد تقلصت تماما عن الاعداد عن الجمعه الماضيه. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا الصحفي محمود عمر من الفيوم. زي ما كنا بنتكلم دلوقتي على استخدام الدرجات البخاريه في العمليات الارهابيه في القتل وفي التدمير وفي الإرهاب، كنا بنتكلم على أن لازم يكون في حل للموضوع ده في أقرب فرصة. ده اللي احنا محتاجين إليه فعلا خلال الفترة القادمة، محتاجين قوانين جديدة، محتاجين تطبيق للقوانين دي بشدة على كل المستويات وفي كافة المحاور. لازم يطبق القانون بحذافيره على الجميع. الحال مش هيتصلح إلا بالعدل في تطبيق القانون. الحال في الشوارع أصبح لا يرضي أحد.